السلام عليكم، معكم محمود من قناة رو لايف والحلقة 31. والنهاردة برنامج جديد، ابليكيشن يعني جديد بتناوله معاكم. هما 2 ابليكيشن حقيقة. الابليكيشن الاولاني كنت اتكلمت عليه قبل كده معاكم في المواصلات العامة او النقل الجماعي في اوكرانيا وفي روسيا. البرنامج اسمه بلا بلا، انا اتكلمت عليه قبل كده. انا منزله هنا بالتركي وفي نسخة بالروسي لو عايزين تشوفوه، بس هو نفس الشكل، هو الفرق بس ايه في اللغة. هو البرنامج اهو، بنختار ان انت عايز مثلا ايه، بتشوف الاعلانات او بتشوف ايه اللي بتبحث عن، مثلا عايز تروح من فين لفين. فهنا مثلا هتقول لهم من المطار مثلا، من مطار صبيحة لفين مثلا. الحاجات التانية، انا عندي التليفون اتكسر عقبال عدوينكو، وقع وقع حلو. هو التليفون كده كده يعني كان مست ان هو رخيص يعني، فما الواحد مش زعلان قوي. ليه مثلا وسط البلد في اسطنبول جوهر افاما، ونعمل ايه، ارى يعني بحث. فبيبحث هنا، جاب لك بقى ايه، واحد اسمه حسن مش عارف ايه كده بقى، قال لك انا الساعة 10. طبعا انت بتحدد التاريخ يعني، فهو هنا كتب لك التاريخ، النهاردة الساعة 2 بالليل. واحد تاني برضو طالع الساعة 14، الساعة تقريبا 3 الى 10. وكاتب هنا لو تلاحظ السعر، هنا واحد قال لك بـ5 ليرة، السعر مكتوب على الجنب هنا اهو، 5 ليرة. واحد انا ده اول واحد 7 ليرة. 7 ليرة ايه ده، سعر الشخص يعني. انت مثلا ايه جاي من المطار انت والمدام، فيبقى كده انا عايز مقعدين، ف14 ليرة الحسبة بتبقى كده. فبتكلم الراجل او بتواصل عليه او بتبعت له رسالة، ساعات هو رقمك طبعا بيظهر له، فيروح متصل بيك وتتفق. دي ابلكيشن موجودة في روسيا وفي اوكرانيا كلهم اهو، 5 ليرة 5 ليرة، واضح ان ده السعر. وهنا اما بتخش جوه بقى ايه، بيقول لك انا همشي ازاي، هقف فين. هو بقى ساعات في حركة كده بقى بتغيظنا شخصيا، هو النقلة دي ساعات بيبقى بيشوف لك مش بالظبط اللي انت عايزه. ممكن مثلا ما فيش حد في الوقت ده رايح من المطار، بس بيشوف لك اقرب حتة للمطار، وبعد كده المكان اللي انت رايحه مثلا وسط البلد، فيشوف لك برضه مش لاقي حد رايح وسط البلد، فيشوف لك حد برضه رايح حته قرب وسط البلد. فساعات بتلاقي من حته تانية خالص لحته تالتة خالص، وهو ده الموجود. فلازم تشوف بالظبط الديتيلز او التفاصيل هيطلع من انهي نقطه لانهي نقطه، لان بيكتب اسم الشارع او اسم المول اللي بيقف قدامه وهكذا يعني. فنخلي بالنا يعني، مثلا في حاجات اللي هو لو كتبنا مدينة من أنطاليا مثلا لإسطنبول أو إزمير أو أيا كان، أهو كتبت إسطنبول إتشندا، عايز فين في إسطنبول، فبنكتب له مثلا أسانلر أوتوغار. هو بيقول لي عايز فين في اسطنبول، اوكي. فانا اخترت، وبعد كده بندوس هذا الزر، وما جابش لي. ماشي، ظهر هندوس تاني، نقول له تاني انطاليا، هنروح فين، على يلا الشيف شوف هيطلع لنا ايه. طلع لنا ناس اهو بـ100 ليرة، عربيات هي رايحة كلها. ده كل ده بيبقوا ناس اصحاب عربيات، بيبقوا صاحب العربية عايز يمصلح في الموضوع. فادي هو 69 75،
ده على الشخص بيطلع باربع اشخاص ب 400 ليره، جاب البنزين وجاب يعني مكسب فيها مثلا 250 ليره ولا حاجه، مكسب مش وحش يعني. ادي انا سايلستا كلها رايحين من انطاليا لاسطنبول ب 80 ليره. لو انت رحت بالاتوبيس، على فكره كنت اتكلمت قبل كده على ان الاتوبيسات مش مريحه في روسيا واوكرانيا وان الاتوبيسات قديمه وكده. في شركات، يمكن شركه واحده في كل منطقه وكانت شغاله في العاصمه بس، اتوبيساتها نظيفه شويه والطرق يعني اللي بتمشي فيها الى حد ما كويس، فده استثناء. لكن في العادي معظم الشركات اتوبيساتها وحشه. في تركيا الاتوبيسات معظمها كويسه، في اتوبيسات تعبانه معفنه نقدر نقول، لكن 90% او 80% من الشركات اتوبيساتها حديثه وفيها نوع مريح، الفوتيه عريض كده ما شاء الله، الله يعزكم وتجربوها ان شاء الله. في ال سي دي وفي خدمه مجانيه، بيدوا مأكولات شوكولاته، عصير، ايس كريم، حاجات كده على الاون بورد او في الباص يعني. في وبيتوقف في استراحات نظيفه محترمه تقدر تاكل فيها وتخش تواليت، الله يعزكم. حاجات كتيره مميزه في الاتوبيسات او في النقل الجماعي في تركيا، فدي انا ما اتكلمش عليها، ما اقدرش اقول ان في مشاكل او كده، لا حاجه ظريفه جدا، مشاكلها قليله جدا. فالاتوبيس والنقل الجماعي بالاتوبيسات مريح، لكن هتدفع مثلا لو راح من انطاليا لاسطنبول هتدفع يمكن 140 150 ليره، اما تدفع 80 ولا 90 ولا 70 ده احسن لك، وهتروح في عربيه، وعربيه اشخاص، والناس ممكن يبقوا ظراف، وساعات بيسمحوا اللي عايز يشرب سجاير ممكن يقول لك ممكن تشرب سجاير في العربيه. فدي الفروقات يعني في الموضوع ده او الابلكيشن بتاع بلا بلا ده. والناس هيبقى رصهم لكم تاني بهدوء عشان الناس تشوفها وتبقى واضحة للكل. انا كده خلصت الحلقة، يا ريت البرنامج ده اللي ينفعه ينزله، وما تنسوناش في الدعاء. نشوفكم على خير وفي حفظ الله. السلام عليكم.